الكتاب انتهاء شهر رمضان. اتمنى على الغياب. فرمين او اعاده تاهيل الطرقات في الريف الشمالي. الحمد لله قامت كتائبنا بفضل من الله تسفيد الطرق واقتدام التسفيد ان شاء الله من الاشرفيه الى منطقه العفرين ان شاء الله عشان نوفر عليهم الخطر ونبعدهم عن الخطر. يعني ان شاء الله طرق كلها امنه وعم نحاول نبعدهم عن محلات النظام اللي عم يضرب فيها المدنيين، انه في محلات عم يضربوا 13-14.5 كوشكا من شافوا سيارة عم يضرب مدنيين. حاولنا نفتح طرق بعيدة عن النظام وما بتعدى على مناطق النظام مشان مناطق الامنين او النازحين يحسنوا يتنقلوا براحتهم بالمنطقة الاشرفية الشرق وصول بني زيد الى عفرين وبالعكس. الحمد لله رب العالمين. هذا هون قريب وصلنا ان شاء الله قريبا نساعد مع جهات ثوريه. طبعا بالنسبة للخارج ما اجانا اي دعم بفضل من الله. عندنا نحن ورشات، هن من السوار وهن عندهم ورشات كمان، هن سوار وهن عندهم ورشات. الله يسير على الخير وكل شيء من شارك. الحمد لله هذا الطريق الوحيد اللي بيوصل بين البلد منطقة حلب وريف حلب وبدون مشاركة أي إنسان. الحمد لله رب العالمين كتائب شهداء بدر قامت تظبيط الطرق.